بارت صوت النويشاء يعني هذه أعباء يعجبان غير حارة الطز هذه وفق صدار إن شاء الله نقواد غير كندا. الحمد لله نارا فاحة تصر مية بحال منتخب صح النغ تمني إن شاء الله نجيجن مقابلة صباح كندا إيوا تمني غاس التوفيق إن شاء الله هذه المقابلة يدي كون إيوا مش توريد الأجواء ذي النظام مرة كل شيء فاح مش صراحه تشكر غير لعاب نخل مجهودي كاين ووالد الركراكي اختك لي صبحا صراحه نتمنى تغنى على النهار زعما ونويش ديك المقابله ماش الحمد لله لقينا نتيجه ايجابيه الصباح ايوا نتمنى ان شاء الله لقينا نحصلوني ديك انا شخص اخبار ديال ديك انا ديال بونو ديما رابحين العز ليكم المغرب وجدنا فرحت نهار الطم قران دخل الفوز للمنتخب المغربي خل البلجيكا نتمنى ان شاء الله الفوز لكندا هذه قاعد لي مالا غير كاس العالم نسيت سي ما رايدنا غدا بحال المهم نهار نفاح الطاسي الفوز المنتخب الوطني المغربي كونترا اي بلجيكا عقبه غاش نغي ان شاء الله بارتي دي كوانا كندا ان شاء الله اجواء مخيره الانتصار المغربي يوشان غي جن التحفيز يوشان غي جن الامل انه انا وضغى الله في نار ان شاء الله برافو الله وتعب في صار بحن ما شاء الله برافو شنو الدقيقه 90 والو سنين ديما مغرب ابو ان شاء الله الخميس ان شاء الله ننجح انك نسمش والله الا فاح صورينوش الشعب المغرب صورينو اقام الجمهور تحب المغرب تحية عاش الملك والمغرب اعينو النادي تكسى المنتخب خل مجهود اللي كان وخلاص ان شاء الله بارتي اللي تيقول لها تنعب ان شاء الله تنعب ان شاء الله ان شاء الله كنشكر صحابنا دور مدينه ناظور تبارك الله عليهم يعني من ناحيه التشجيع ومن هذا الشيء الامبيونس زوينه بزاف انا من الغرب من كازا ولكن تبارك الله هذا الشيء بهرني بزاف وكنشكر المنتخب المغربي اللي فرح هذا الشعب كامل بهذه الفرحه هذه وواحد الوقت مناسب وكنشد بيد المدرب المنتخب الوطني السنغراكي لانه ديما تيبقى لنا الاطار الوطني هو الشخص الوحيد اللي تيخرجنا من الازمه اللي فيها احنا وكنتمنى التوفيق ان شاء الله وندوزوا للدور المقبل ان شاء الله وكنشكر جميع الفعاليات وجميع الناس اللي ساهموا في هذا النجاح هذا وكنتمنوا مستقبل زاهر للمنتخب الوطني ان شاء الله. الجو هذا نضيع عجبان غير حال ومياه بحال المغرب الفراحه تتوالى من شويه من الشعب ماريس يفاح الجمهور مره المهم نتمنى نشنو نزول نشنو نزول نبدا نفاح نبدا نضحش. صح ولكن شو مارت كاع عادين نقنانا ولكن نهار الفحط نتمنى يباكتي دون نغني ان شاء الله انا غابح نعاود كاع نغال كاس العالم ان شاء الله المهم ما غافح ان شاء الله الجمهور لا او لا ودا لا طاس والله لا ودا صفحنا واخا يعم ولكن صفحنا صوت زعما الصراحه القبول لا نتمنى باتي يديك ان شاء الله كندا ما غيش تا الثقه نابح الصغى نابح المهم لعاب نقل مجهود مشوت نسن ملاح مهم جن 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 في الفرحة الصباح ملاح دي دي النظر ملاح جن الفرحة في الشكل والله العظيم أنا سنغ سنغ المغرب ضياع خم زوارو تو غير الثقة دي النفس دو قصة زيرو يسكشيخ دو قصة زيرو قش أو لا تتني تني يسكشيخ إيران 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 زيش أرفع نهارا تعذير فرات زيش هذا جديد هذا جديد فوربو هذوني كيران نهارا بيبا زيش كوم والله لا سفحنا نهارا إيش بارتي ذا تصبحانت تو غنتمنى غنا حمو التصدق زنان غمارة مونديالات صدق زنان قناش الامل ما الحظ ما ساعدناش ولكن نهار الحمد لله تو الماتش ذا مزداكي رانا الى عام مليح تو غنستابل قدمنا ونشكاري خيج المجهود ذا سبحان ولو كاكون قرص زلمي مباراه ما يمكنش في اخر لحظه هذا هذا ماركا تقول إهانة في حق المواطن والله لا برافو عليكم ماتش دا مزداك الاجواء ذا سبحان مره فاح مره عبر شعور انسان مره فغند وني غتسقسي داني دينا شي يفقد بدون شعور انا ميو فيخ في نزداني تا يجند الناش تو غاتصاغ خدم غير الناس تجيرث سري غير النشيد الوطني دي دي القهوه كاغ ديريكت واخزاغ لها ولا اوكي ايش الحماس ذا سبحان نتمنى ان شاء الله انت انت الكتاس ومانايا دقا مانايا صفاحه نغنيش مش نتمنى ما نكتا ان شاء الله نقعد الدور 16 نتمنى كندا كرواتيا ان شاء الله هذا امبورتونت اللي غادي يشتي ستوخ ان شاء الله نقعد الدور 16 ان شاء الله تدقين كان نهار قيس الصباح نتمنى الركراكي عاود يقشن تغير نغني دي بارتي ذا كندا
ان شاء الله نقعد الدور 16 ان شاء الله. نتمنى فوارت نتمنى يصلح ان شاء الله عام ان شاء الله يتبانا نغد مره نضمن ديك كاس العالم ني واخا واثنك سي شاق يتبانا نغد ني كيب المنتخبات يمقون ديني برازر ديني فرنسا باش نتمنى نقعد شويه عام هني يعذون واني اخواتي المغرب وخارج الوطن وداخل الوطن. هذه الفرحه بعدا تنهديوها لصاحب الجلاله الملك محمد السادس والشعب المغربي والمسؤولين ديال السلطه والامن الوطني والدرك الملكي والقوى المساعده اللي سهرانين على هذه الفرحه كبيره. ونتمنى ان شاء الله الشطر الثاني غادي نزيدوا الفرحه كبيره ونتمنى الخير للسلامه المواطنين والمواطنات. شكرا لكم.